إن شاء الله راح نتكلم عن درس مهم جدا، وهذا الدرس عن مرض اليد والقدم والفم. ويسبب مرض اليد والقدم والفم الإصابة بحمى مصحوبة مع بتور في داخل الفم وراحتين اليدين، وهذا اسم هذا المرض باسم A16. عادة يصيب اليدين والأرداف وباطن القدمين. يكون هذا الفيروس المسمى باسم كوكاساكي. يميل هذا الفيروس إلى الانتشار بين الأطفال الصغار، والسبب الكامن من وراء الإصابة بهذا المرض طبعا فصل الصيف وبداية فصل الخريف. أيضا معظم حالات هذا المرض طبعا ليست خطيرة وتدوم لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام حتى يتم القضاء على المرض. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.